معكم وحلقات جديدة من سلسلة دروس الصف السادس ابتدائي ومن قناتي قناة العلم للجميع. درسنا اليوم في مادة العلوم للصف السادس ابتدائي هي أعضاء الحس الخمسة، واليوم سوف أقدم لكم الجزء الرابع من أعضاء الحس والذي هو حاسة الذوق. تعد حاسة الذوق إحدى الحواس الخمسة، أما اللسان فهو عضو حاسة الذوق، واللسان هو عضو عضلي، ويحتوي اللسان على براعم تسمى بالبراعم الذوقية، وهذه البراعم الذوقية هي تقسم على أربعة أنواع، وهي براعم المرارة التي تكون في القسم الخلفي من اللسان، وبراعم الحموضة التي تكون في القسمين الخلفيين من اللسان، وبراعم الملوحة التي تكون في القسمين الأماميين من اللسان، وبراعم الحلاوة التي تقع في مقدمة اللسان. هاي هي البراعم الذوقية. ننتقل إلى طرق عمل حاسة الذوق. أولاً، عندما آكل يمتزج الطعام مع اللعاب فيلامس البراعم الذوقية المنتشرة في اللسان، ويحتوي كل برعم ذوقي من نهايته على عصب صغير، وتنقل هذه البراعم الذوقية الطعم على شكل منبه إلى الدماغ عن طريق الأعصاب الذوقية الصغيرة، حتى يقوم الدماغ بتشخيص الطعم. هذه هي طريقة عمل حاسة الذوق. ننتقل إلى كيفية الحفاظ على حاسة الذوق، وهي عدم تناول الأطعمة الحارة لأنها تسبب الحروق لفم وتسبب الجروح لسقف الفم واللسان. هذه هي كيفية الحفاظ على حاسة الذوق. وإلى هنا أصدقائي التلاميذ أصل إلى نهاية درسنا هذا اليوم. أرجو أننا قد تعلمنا وفهمنا حاسة الذوق. ألتقي بكم بحلقات قادمة ودروس جديدة. شكرا لكم، مع السلامة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.